النهر اللي عبرناه ده اسمه نهر العاصي، ودي علامة اننا قربنا. بس ليه قررت تقسم جيشك لأكتر من فرقة؟ انا قسمت جيشي لأربع كتائب، كتيبة امون وانا على رأسها، وكتيبة بتاح، وكتيبة ست، وكتيبة راع. ده لان الحيسيين في الحرب اذكياء وعندهم شراسة غير عادية، علشان كده لازم اكون مخطط لهم كويس ومقسم جنودي تحسبا لخسارة اي كتيبة، علشان ما نبقاش خسرنا كل حاجة. احسنت التفكير يا سيدي. طبعا انت يا يحيى دلوقتي ما بقتش محتاج تسألني انا، ها؟ معاك الملك نفسه. بطل غيرة يا سينو. حاضر حاضر، سكت. ايه ده؟ مش اللي جاي هناك ده قائد الجيش؟ ايه ده؟ ده هو فعلا. يا ترى في ايه؟ يا سيدي، في خبر مهم كان لازم ابلغهولك بنفسي. ايه هو؟ قبضنا على جاسوسين للحيسيين، وبعد التحقيق معاهم اعترفوا بخطة الحيسيين في الهجوم وبمكانهم. طب ومستنيين ايه؟ احنا لازم نهاجمهم فورا.